خوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. القصة ديال هاد النهار كدور بين جوج مدن ديال الشرق المغربي اللي هما كرسيف وتاوريرت. هاد القصة هادي وقعت في تاوريرت بين واحد جوج عشاق، دري من تاوريرت وواحد الفرملية من كرسيف. كانت ديما كتجي عند هاد السيد مصاحبها هي وهي. واحد النهار وقع بيناتهم النقاش، قتلها وحرقها وليلها يلاه محمد رسول الله. غادي نتعرفوا على هاد القصة هادي اللي وقعت في 2011، ولكن قبل هادشي عطيونا جيم ونبداو في هذه القصة هذه. شوف الناس راه كيكذبونا بزاف هذه القصة هذه. يكفيك انك تدخل لجوجل وتكتب حرق جثة في تاوريرت، غادي يطلعوا لك بزاف الجرائد اللي نشروا هذا الخبر في 2011. كتب غير حرق جثة في تاوريرت غادي يطلعوا لك، باش ما نزيدوش نناقشوا. صافي عطيونا جيم ونبداو في القصة. القصة كتبدا مع واحد السيد عنده 44 عام، تصاحب مع واحد الفرملية واحد السيد عنده 44 عام من تاوريرت، تصاحب مع واحد الفرملية من كرسيف عندها 26 عام. حبيبي لك الفرملية وبيبي صحاب السبيطار عيطوني. ديما كتجي عندو هي، ها هي كتجي عندو، ماشي هو يمشي عندها. حنا كنديرو التبادل التجاري بيننا وبين كرسيف. كديما كتجي عندو. واحد النهار هما مقصرين بالشراب وكدا والحشيش وكدا، وهما بداو يغيروا على بعضياتهم. واه كنغير عليك، واش شكون هذيك اللي شتها معك قبيله، وهذيك اللي كنت انت وياها الباحث تهضروا، شكون هذيك شكون كدا، تناقشوا على بدافع الغيره، تناقشوا. زاد شويه عندك النقاش كبر، ولا الشجار، يعني كما نقولوا ولا شجار ديال كدا ود الفلانه، يا الدائره يا الفاعل يا كدا، السب والشتم. ضربها بديريكت بونيا، ضربها بديك الديريكت. هي تجيب واحد الموس بالصاك ديال واحد الموس صغير وتضربوا به الوجه. حتى هي مشرمله، الناس كرسي مشرملين، هي كنضحكوا الناس كرسي. ضربته بداك الموس للوجه، صافي هو كره. ملي ضربته بداك الموس صافي شخد ومبقاش كاع يعقل، يشدها من راسها وبقى يضربها بهستيريا. كافين دابا ملي كيكره ويتعصب وكذا كتوصل له العظم، راه كيبقى يضرب بهستيريا ما كيردش كاع الباس مورا يدير. شدها من الشعر ديالها وبقى يضربها مع الحيط، يضرب 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 حتى برد الجنون ديالو وطلقها. صافي سخفانه، هو يحسب له راه سخفانه ولكن هي ماتت. ما علينا، بقى يشرب عنك ديك القرعه ديالو، بات مقصر مع ديك القرعه ديالو. تداه الناس تضربوا الفيقه مع الجوج ونص ديال الليل، فاق لقى السيدة ميتة، يعني ما كتنوض ما كتحرك ما كذا. فكر في واحد الخطة شيطانية، كوغا ما دارهاش، يا ليته ما دارهاش واحد الخطة، كوغا خفف على راسو شوية كوغا ما دارش ديك الخطة. فكر في واحد الخطة هو أنه يتخلص من الجثة ديالها عبر الحرق، يعني باش يحرق الجثة ديالها، يشرجيها في واحد الباليزة كبيرة ويديرها مورا على الموبيلة ويمشي يكرفها تما الموبيلة ويديها حدا المقبرة ديال الهندية. مقبرة الهندية راه معروفة في تاوريرت. داها حدا السور ديالها ويحط ديك الباليزه تما، ويجمع شي كواغط وشي عمايد تما من حدا المقبره وشي خشب وشي كدا، ويشعل فيهم النار في ديك الجثه، ويبقى قاعد تما يتسنى ديك الجثه تحلل تحيد باش ما يعرفوش شكون زعما، ولا شكون هاد الجثه هادي ولا كدا. حتى قرب الفجر صافي خاف تما، قال ربما يجي شي واحد فايت ولا كدي، مرة الموبيله ديالو وزاد مشى. واحد السيد يلاه صلى الفجر وكدا وبقى يمشي يخدم، واحد السيد كيخدم على راسو. وهذا السيد هذا اللي جاي هو صاحب واحد صاحبي خدام في القهوه. واحد صاحبي خدام في القهوه هو اللي حكى لي، قال لي ودي داك السيد راه صاحبي هو اللي لقى الجثه، لقى النار، مشى لقى النار شاعله. ملي مشى يشوف ديك النار شاعله لقى الجثه كتحرق تما، عيط للبوليس. جاو البوليس يعني عيطوا لك مسرح الجريمه كذا، طفاو ديك النار، داو ديك الجثه للمختبر، لقاو شوف الزهر اللي عنده، قولها كلشي تحرق الجثه يعني تفحمت كامله، وقولها هاد الربعه هادو اللي هاد الربعه الصباح هادو اللي ما وصلتهمش للنار. ماشي تفحم، بس كنقول لكم زعما موقف ما يصلح، يعني صافي تشوهت الجثه بالنار، ولكن البصمات ديالها تبقاو هاد ربعه البصمات ديال الصباح قاس الخير. ملي داو البصمات دغيا جبدوها، البصمات دغيا جبدوها، يعني لقاوها خدامه فرمليه في كرسيف، سميتها. وبقاو يقلبوا شكون كانت معاه، شكون كان كذا، شكون اللي يجيبها لتاوريرت، يعني شكون اللي غادي يقدر يحركها في تاوريرت. تلقاو انها كانت مصاحبه مع واحد السيد من تاوريرت. شكون هو هاد السيد؟ هو فلان. ملي مشاو يشدوا فلان على هاد الجريمه اللي دار، غادي نخليكم تشوفوا اسمو، لقاوه كيدير. هاد السيد ملي جاو يلقاو عليه القبض لقاوه كيدير واحد الحاجه، ها هي غادي تشوفوها تما. هاد المجرم هذا ملي جاو كان عنده كيوسك ديال المحكمه، وملي جاو البوليس باش يديوه فين دخلوا لقاو كيقرا جورنال، وهذاك الجورنال كان يقرا الجريمه اللي ارتكب، هذيك البنت اللي حرقها كيقولوا الناس بلي راه شي مراه حرقوها، شكون حرقها لقاتي، شكون هو اللي كان قاتلها، كان يقرا الجورنال ديالو ديال الجريمه اللي ارتكب. ملي داوه يعني حاكموه على هاد الجرائم اللي دار، حاكموه على الجريمه الاولى اللي هي الضرب المفضي الى القتل، والجريمه الجوجه اللي هي تشويه الجثه وحرق الجثه. داوه المحكمه حكموا عليه، ملي حكموا عليه هبل في الحبس، كيقولوا انها راه في الحبس ديال تازا، وهبل يعني صافي تسطى. علاش؟ لان تحشات له هو ما نواش، لان هذاك غير شي جار بسيط شد راسه بغى يضرب راسه مع الحيط، زعما باش ما تبقاش تجرأ تضربه بموس هكا كذا، ولكن صدقت ماتت.
ولا اله الا الله محمد رسول الله. هاد القصه هذه دارت بوم في التواريخ. شنو اللي خلاها تشهر بزاف هي انها اول مره كتوقع في التواريخ. يعني هذه غريبه علينا، اول مره كتوقع في التواريخ ان شي واحد حرق شي واحد، يعني عمرنا شفناها حتى شفناها في التواريخ. يعني كتوقع في مدن اخرين اللي كبار واللي مديال الاجرام، ولكن في التواريخ عمرها وقعت. هذه اول مره توقع في التواريخ، داكشي علاش. وتحياتي لكم، ونشوفكم في قصه جديده. وكما قلت لكم هاد القصه هذه راها كاينه في جوجل، يعني اللي بغى يمشي يبحث راه غادي يلقاها. يلا تحياتي لكم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.